القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل المياه والغذاء للمنطقة العربية. تستضيف جامعة القاهرة اليوم الاثنين المؤتمر الدولي الخامس للمياه والغذاء للمواطن العربي تحت عنوان نظام الطاقة لمستقبل المياه والغذاء في المنطقة العربية أيضا ودور البحوث العلمية والدراسات في النهوض بهما خلال المرحلة المقبلة. أيضا يناقش المؤتمر عددا من المحاور الأساسية للنهوض بغذاء الشعوب العربية والرؤية المستقبلية للطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية واقتصاديات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير النفايات في استخراج الطاقة وأيضا التكامل العربي في مجال الطاقة وتحلية المياه والمياه في البحار والمحيطات. معنا للتعليق على هذا الخبر الدكتور إبراهيم كامل خبير التنمية المستدامة. السلام عليكم يا فندم. وبركاته تحياتي لقناة مصر الزراعية ولجميع المشاهدين. أهلا بك يا فندم تحت لحضرتك. تكلمنا عن أهمية هذا المؤتمر الدولي لمستقبل المياه والغذاء في المنطقة العربية بشكل عام. نتحدث أولا عن أهمية البحث العلمي لأن حضرتك النماء مش هيجي إلا عن طريق البحث العلمي اللي هيرفع من قيمة هذه الأشياء. تمام. إن إحنا بنسابق الزمن زي ما الرئيس السيسي تفضل ومحتاجين ان احنا نرشد استهلاك المياه وتصفية المياه في جميع الزوايا من ترشيد ومن ري حقلي ومن تنظيم منظومة الري لتوفير ما لا يقل عن 10 مليار متر مكعب ده بالنسبة لمصر. اما بالنسبة للوطن العربي فلابد ان يضمنا مشروع يعني قومي افرآسيوي لحل مشكلة التصحر. ده مش هيجي الا عن طريق أشقائنا الأفارقة في الجنوب. ده اللي يعني النماء مش هيجي من الجنوب يا جماعة ويمكن جدودنا من 37 سنة عرفوا الموضوع ده أن النماء مش هيجي إلا من الجنوب عن طريق تضافر الجهود زي ما أمر رئيس السيسي قال إن إحنا شركائنا في أفريقيا و لابد أن نتوجه إليهم وأن نضع أيدينا في أيديهم وان يكون مشروعنا القادم هو اللي هو الافرو اسيوي العربي للقضاء على التصحر في افريقيا واسيا. تمام. وطبعا هو في عيد العلم كرم الباحثين والعلماء وزاد الميزانيه الى الضعف. نعم. حضرتك ده معناه ان انت بتسابق الزمن ان في ظل هذه الظروف يد بتبني ويد تحمل السلاح وانت في ظل الظروف هذه بتحارب. قلنا ان ما عدو الارهاب اي التنميه هي عدو الارهاب. نعم. فانت دلوقتي بتقود يعني تنميه في الوطن العربي وفي افريقيا. نعم. وانا حاطط لها عنوان اسمه كنا قبل ثوره 25 يناير و30 يونيو اسمه افيكو يا عرب افيكو مصريين. دلوقتي احنا العنوان دلوقتي اتغير بقى افيكو يا عرب افاق المصريين. تمام. هو التنمية من الجنوب وجاية بقياس مصر وأثيوبيا ودول حوض النيل مع جيراننا أشقائنا العرب في السعودية والإمارات والكويت وليبيا إلى حتى ألجيريا. مشروع تمام. القضاء على التصحر ده مشروع أفريقي بالبحث العلمي وبجهودنا وبالعمل المتواصل ليل نهار بسابق الزمن. تمام. ده اللي هيدينا الأمل والبحث عن طاقات متجددة. جميل. للطاقة طاقة متجددة هي اللي هتدي الوطن العربي لان في بدائل للطاقة كتير. تمام. وعندنا زي تحلية مية برضو من البحر برضو في عندنا قلنا الترشيد ده هيدينا برضو. طيب دكتور ابراهيم بس خليني اسال حضرتك برضو من وجهة نظر حضرتك يعني كخبير في التنمية كيف ترى اهم المحاور اللي هيتم من خلال توفير وتحقيق التنمية بشكل عام في الوطن العربي؟ ما هو ان نتفق كلنا على مشروع قومي نقوده كلنا. تمام. ده المحور الرئيسي. لو اتفقنا كلنا على موضوع زي ما قلت لك مشروع افرو اسيوي للقضاء على التصحر في الوطن العربي وفي افريقيا بقياده مصر والجنوب وعرفنا ان التنميه لان انت عارف ليه بعد 40 سنه بنقول 40 45 50 سنه يا سيدي البترول ممكن يخلص الوطن العربي. تمام. فالاجيال القادمه لابد ان التنميه المستدامه بتقول لك بص قدام ما تبصش تحت رجلك بص 100 سنه قدام. بالظبط. انت محتاج دلوقتي تعمل تنميه تنميه للاجيال القادمه دي عشان الاجيال القادمه تيجي تقول الناس دي عملت. فانت محتاج دلوقتي ايه اللي تملك قوتك تملك زراعتك تخضر في الحديد. فهو ده المشروع دون ممكن نقوده ونعرف ان في امانه عند الناس دول ربنا وضعها عندهم في وسط وقلب افريقيا وهي
البديل لايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء، كل شيء حي. صدق الله، كل شيء حي يا جماعه. تمام. الماء هي الطاقه، الماء هي الزراعه، الماء هي الحياه، كل مياه تساوي حياه. صح. فهو ده اللي يمكن كمان يا دكتور وسط التحديات اللي بتحيط بينا دلوقتي خلينا اكثر حرصا على الحفاظ على كميه المياه سواء للشرب او للري. نعم نعم، احنا في مصر محتاجين ان احنا البحث العلمي بس مش في الزراعه فقط، في بيوتنا في كل حته عايزين حد يدينا ازاي يعني نوجد طاقه يعني او اجهزه نستخدمها في منازلنا ترشد استخدام الطاقه، زي مثلا ان كده تحتها تقفل لوحدها. تمام. المياه ما تفضلش صنبور الماء مفتوح، المؤاخذة اللي هي الشافونات اللي موجوده، الناس اللي بترش مياه بشكل عشوائي في الشوارع ما ينفعش نعمل كده، الناس اللي بتلوث مياه النيل، كل القضايا دي كلها في مصر فيها شيء من الرعونه كده، عايز يترشد وعايز يعني ننظر ليه نظره علميه شويه. بالظبط. يمكن دلوقتي يا دكتور في هناك الكثير من الحملات اللي يعني تم شنها من اجل التوعيه باهميه الحفاظ على المياه بكل انواعها. نقطه يمكن احنا متابعينها دلوقتي. تساوي حياه. تمام. كوب ميه عايزين، احنا قلنا قبل كده ان احنا عايزين كل الكرة الاكثر فقرا كوب ماء نظيف لكل مواطن مصري. وده اللي احنا عايزينه ان شاء الله يا فندم. بشكرك جدا دكتور ابراهيم كامل خبير التنميه المستدامه.